والله احنا بنستعد كل دوت عشان ماتشات الكاس. الحمد لله احنا ترتبنا الاول في الدوري. بعد كده في شهر عندنا في شهر 3 تجمعتين، بناخد 4 فرق هما اللي بيصفوا، ده بيبقى بناء عليها في الدوري بيتحدد الدوري. الحمد لله يعني نستعد كويس. الماتش بالنسبه لنا مش سهل ولا صعب، بس احنا بنركز على الحاجات اللي ناقصانا، بنركز ازاي نحقق اللي احنا عايزينه بالذات في الماتش، والحمد لله يعني ربنا بيوفقنا والنتيجه بتاعت ربنا في الاول في الاخر. في ناس مستواها كفرقه مستواها بينزل، يعني مش حاسه ان في حد بدا يجارينا زي الاول. كنا بنعمل مثلا حساب لماتشات من قبليها بفتره، دلوقتي ما فيش. الحمد لله يعني مستوانا احنا كمان بيزيد، وعشان عندنا افريقيا فحاطين هدف قدامنا، فالحمد لله ربنا بيحققه يعني.